السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحصة الثالثة من سلسلة كيف تنشئ منحنى ذل. إذا غنحاولوا نشوفوا بعض الأساسيات قبل ما ندوزو المثال التطبيقي. مي كندرس النهاية ديال الدالة في الانفيني أو في عدد، كيطلبوا مني نستنتج من أول هندسيا النتيجة. فغادي نلقى إما السائف يقبل فرعا شجميا في اتجاه اما محور الافاصيل او الاراتيب او في اتجاه واحد المستقيم. اذا الى اعتبرنا ان السائف يقبل فرعا شجميا في اتجاه هذا المستقيم اللي عندنا في الشكل الهندسي، غيكون عندنا المنحنى بهذا الشكل هذا، يعني غادي وكيبعد. اربع الحالات، يعني السائف غادي وكيبعد من داك المستقيم هذاك، كيكون على شكل بارابول. هذا هو الفرع الشجمي. إلى اعتبرنا أن السائف يقبل فرع الشجمية في اتجاه مثلا محور الأراتيب، غيكون بهذا الشكل هذا، إما هذا الشكل، إما على هذا الشكل، إما على هذا الشكل، أو على هذا الشكل هذا. الآن دابا إلا كان مقارب، السائف يقبل مقارب، مقارب كيكون العكس ديال 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 الفرع الشجمي، يعني كيكون المستقيم غادي وتقرب، يعني المنحنى غادي وتقرب من المستقيم، يعني كياخذ هاد الحالات هادو. السيف مثلا يقبل مقارب معادلتهم مثلا يجري كتساوي صفر، اي محور الافاصيل كيكون غادي قريب ليه، تقرب ليه. المسألة الثانية هي ملي كندرسو الاشتقاق في نقطة، التأويل الهندسي كيكون هو المماس، كيكون هو السائف يقبل مماس، إما غيكون مماس أفقي أو مماس عمودي أو مماس مائل. المماس كتكون عندي معادلة المماس، حنا ما كنشؤوش مستقيم، كنشؤو فقط واحد الجزء من المستقيم اللي كيكون اللي كنمثلو على شكل يعني سهمين في النقطة اللي درست فيها الاشتقاق. مثلا إلا قلنا السائف يقبل مماس في النقطة صفر صفر، غيكون مماس إذا كان مماس مثلا أفقي كيكون بهذا الشكل هذا، مماس مثلا عمودي في واحد النقطة معينة كنمثلو بدوبل فلاش. المسألة الموالية هي نقطة الانعطاف، السائف يقبل نقطة الانعطاف. نقطة الانعطاف باش نذكركم كنستنتجوها بحساب اف دو بريم، وكنلقاوها كتنعدم في واحد اكس زيرو مع تغيير الإشارة، اكس زيرو مع تغيير الإشارة، يعني بلوس موان ولا موان بلوس. إذا نقطة الانعطاف كتعني أن تقعر تنعطف، يعني كيكون عندنا تقعر وكيرجع تحدب، ما بيناتهم كتكون نقطة الانعطاف أو تحدب تقعر، يعني ما بيناتهم عندي نقطة الانعطاف، المنحنى تنعطف فيراج. إذا هادو أساسيات خصكم تضبطوها، فرع شجمي، مقارب، مماس، ونقطة الانعطاف. دابا غادي ندوزو لمثال تطبيقي باش نطبقو هادشي على ارض الواقع. اذا كناخد واحد جدول التغيرات، يعني تلخيص ديال دراسه واحد الداله معينه. اذا عندنا جدول التغيرات، اذا اكس كتغير من موال الانفيني حتى البلوس انفيني وتخالف جوج، يعني مجموعه التعريف راه هي موال الانفيني جوج اتحاد جوج بلوس لانفيني. عندنا واحد دوبل بار، يعني كتعني بان الدالة غير معرفة في العدد جوج. اذا من خلال الشكل الهندسي راه غيبان لي المنحنى غيكون هكذا بهذا الشكل هذا، يعني تزايدية تناقضية، يعني غيكون هذا الشكل وبهذا الشكل هذا، يعني الشكل اللي واخذه الاسهم هو الشكل اللي غياخذو المنحنى مع بعض التغيرات الطفيفة. اذا اول حاجة كندير كنشأ واحد المعلم متعامد ممنظم، وكنشأ المقاربات والمماسات اللي عندي. اذا غنبدا بالمقاربات. هنا عندنا إيكغيك تساوي إكس زائد واحد مقارب للسائف بجوار موال لانفيني وموال لانفيني. اذا نشأو المستقيم الذي معادلته إيكغيك تساوي إكس زائد واحد. اذا كما درنا في الفيديو الاول، لإنشاء مستقيم يكفي ايجاد نقطتين من هذا المستقيم. اذا كنعطيو الاكس قيمه وكنلقى ايكغيك. اذا نعطيو الاكس مثلا صفر ونعوض اكس بالصفر، غتجينا ايكغيك تساوي صفر زائد واحد اي
واحد. اذا هذه النقطه الاولى، هذا الشيء كنديروه في الوثائق، ما نديروش في ورقه التحرير. النقطه الثانيه نعطيو مثلا الاكس ناقص واحد ونعوض اكس بناقص واحد، تجينا ناقص واحد زائد واحد هي صفر. اذا صفر واحد، والنقطه الثانيه هي ناقص واحد صفر، اي ناقص واحد صفر. اذا المستقيم غادي يجيني بهذا الشكل هذا. اذا هذا هو المقارب ديالنا للمعادله ديالو y كتساوي x زائد واحد. المقارب الثاني x كتساوي جوج، يعني مقارب عمودي x كتساوي جوج. اذا جوج هي هذه، اذا المقارب غيكون تقريبا هذا الشكل هذا. اذا هذا هو x كتساوي جوج. لاحظوا معايا مزيان الصفر اللي كاين في اف بريم هنا عندنا الصفر، شنو كيعني هذا؟ يعني كيعني بان اف بريم ديال واحد راها صفر. شنو كتعني اف بريم واحد صفر؟ ان الصف يقبل مماس افقي دائما، مثل قاو الداله المشتقه كتنعدم في شي عدد راه عندك مماس افقي، واخا ما يكونش طلبوا منك هذاك، راه مماس افقي. افقي فين؟ في النقطه واحد اف دو واحد، اي هنا اف دو واحد راه هي هذه، اي في النقطه واحد واحد. كذلك هنا عندنا صفر في ثلاثة، اذا مماس افقي، اذا اف بريم ديال ثلاثة راه كتساوي صفر. اذا الصف يقبل مماس افقي في النقطه ثلاثة خمسة. اذا ندير هذا المماس هذا لان كيساعدني باش اذا عندنا مماس في النقطه واحد 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 واحد، وعندي مماس افقي كذلك في النقطه 3 5. اذا 3 5 تقريبا غيجينا المماس هنا. طيب اذا درنا المقاربات، درنا المماسات، ما عنديش شي نقطه انعطاف هنا. اذا دابا غنشئ المنحنى ديالنا. اذا المنحنى غنبدا منين؟ غنبدا دائما غندير الجزء الاول، يعني على المجال ناقص لا نهايه جوج، هذا الجزء هذا. اذا شنو عندنا؟ غنبدا من البغن الاول، يعني في موال لانفيني. اذا النهايه في موال لانفيني عطاتني موال لانفيني، وفي موال لانفيني عندنا واحد المقارب بجوار موال لانفيني وبلوس لانفيني. اذا المقارب يعني السقف غيكون قريب وطالع، اذا قريب لهذا، هذا هو المقارب. السقف غينطلق من موال لانفيني ويطلع حتى للنقطه واحد واحد، هاد النقطه هادي واحد واحد. اذا غيطلع لهنا، يعني غيكون اذا من هنا غيطلع لهنا وغيرجع يهبط. كذلك غيهبط فين؟ غيهبط حتى لموال لانفيني، ولكن مقارب، يعني عنده مقارب للمستقيم، المقارب للمستقيم الذي معادلته اكس كتساوي جوج، يعني كيهبط قريب لهنا. إذا راه كيبان لي دابا بأن المنحنى راه غيطلع حتى لهنا، وغيكون مماس، عنده واحد المماس، وغيهبط كذلك مقارب للمستقيم الذي معادلته إكريك إكس كتساوي جوج. هذا الجزء الأول. بقى لنا الجزء الثاني على المجال جوج بلوس لانفيني. الجزء الثاني كيبان لي بأن كيهبط من موال لانفيني، هادي راه بلوس لانفيني ماشي موال لانفيني، غيهبط من بلوس لانفيني للخمسة هو اللي طلع لبلوس لانفيني. إذا غنشوفو أن السي إف في الجوج، السي إف يقبل مقارب معادلته إكس كتساوي جوج، إذا كيكون مقارب بهذا الشكل هذا، يعني هابط مقارب، هابط تالي هابط تال داك المماس الأفقي، يعني تال النقطة ثلاثة خمسة، وكيولي يرجع مقارب المستقيم الذي معادلته اكس y كتساوي اكس زائد واحد. اذا كيولي طلع مقارب هنا هذا الشكل. اذا هذا هو المنحنى ديالنا في هذا التمرين. هذا نلتقي ان شاء الله في تمرين لاحق مع فيديو جديد من فيديوهات كيف تنشئ منحنى ذله.
السلام عليكم ورحمة الله.